نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث ابي هريره ما انزل الله داء الا انزل له شفاء. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في مسند احمد من حديث اسامه بن شريك ايها الناس تداووا فان الله ما انزل داء الا انزل له دواء. هذه الامور معشر الاخوه ومعرفه الطب النبوي من الامور المهمه. لماذا؟ لان اعداء الاسلام وقد حصل لا اقول ربما يفعلون فيذهبون الى بلدة فقيرة ثم ينشئون بها المستشفيات ثم يدعون الى الكفر ويدعون الى التبرج والسفور. والعلاج النبوي الذي جهله المسلمون. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال في الحبة السوداء, يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الحبة السوداء التي نسميها بالضحطة وانتم ما ادري ماذا تسمونها, يقول فيها شفاء من كل داء الا الشام. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم شفاء ممكن ان تستعمل قهوة وممكن ان تستعمل ايضا توكل. وقد مر بعض السلف بمريض فقال خذوا شيئا من الحبة السوداء وذقوها مع زيت ثم ذروها في انفه او الدول يعني يجعلوها صعودا في انفه او بهذا المعنى. فينبغي ان يعرف ان تعرف شروح الحديث ما في هذه الحبة السوداء التي جهلها الناس وجهلها المجتمع وهذه المستشفيات. ولعلكم قد جربتم يذهب احدنا وبه الزكام وما يدري وقد ورثت له الحبوب والعبر قد ورثت له الحبوب والعبر امراضا اخرى